بص كلامك مظبوط جدا، وكمان في نقطة فيتوريا اتكلم عنها أنا عجبتني جدا. أولا هو قال لك يعني فكرة دلوقتي إن أنت بتتكلم عن أكثر المنتخبات تتويجا بهذه البطولة، ده كلام مظبوط جدا وكلام صحيح، ولكن أنت لازم تبقى عارف كويس قوي إن الكورة لغاية 2010 اتغيرت، تتكلم على 2024، فالكورة اختلفت تماما. المنتخبات اللي أنت بتنافسها كمان منتخبات تطورت بشكل كبير جدا، فلو أنت داخل معتمد فقط على الماضي بتاعك، لا ده مش كفايه مش ابدا، كافي. يعني لا مش كافي ابدا، يعني بعيد تماما. انت كويس ان انت تفتخر بالماضي بتاعك، لكن لا يمكن انك انت تبني عليه. يعني لا، انت لازم تدخل تبقى عارف ان انت بتنافس بطوله جديده خالص، كلكم متساويين، بل في منتخبات كمان على فكره متطوره عنك بكتير في الوقت الحالي، طبعا طبعا. وافضل منك تكتيكيا وفنيا في الوقت الحالي، وقدمت عالميا ومنهم المغرب اداء افضل بكتير وموجودين في الوقت الحالي. فلازم نبقى واعيين لده، ما نقعدش نقول احنا ده حقيقي، ده كلام مظبوط جدا ان انا اعيد تاني امجادي في الماضي، لكن انا فين دلوقتي؟ ما حدش بيعيش على الماضي فقط، انا فين دلوقتي وفين في اللي جاي. ف الإجابة على سؤالك ده هتبتدي من أول النهاردة بقى. النهارده صحيح. بس النهارده احنا بنقول، وهذه النسخه ليه مختلفه؟ لان فعلا هي اجواءها مختلفه. تعالوا نقارنها بالنسخه اللي عدت قبل كده، يعني الماضيه، لا لا لا، كان وضع فيه تذبذب في الاداره، في شيء عليه علامات استفهام، وامور كانت بتحصل غريبه جدا، اختيارات اغرب، اسكواد ما تحسش ان هو فيه الفه فعلا وكيمستري ما بين اللي هم اللعيبة المحترفين الدوليين. والمحليين، تحس كان منتخب لشخص اوحد، لا الكلام ده كله تم تغييره وتعديله، وبقى في كمان روح مختلفه حسيناها، وده انعكس على الثقه اللي عند الجماهير بالتويتات المختلفه، بالتصريحات الاعلاميه، بالاستوديوهات التحليليه، الناس كلها بتتحدث ان ربما هذا الموسم او هذا العام او هذه السنه يكون في اختلاف على الارض، نعيد تاني ونستعيد يعني اللي احنا فقدناه لمده تاني، هنرجع نقول 13 سنه، فبالتوفيق ان شاء الله. لكن حلو قوي ان انا ابدا قبل ما ابدا اي تنافس ابقى عارف انا مين واقف فين وامكانياتي ايه وهقدر احقق ايه. فده كان مهم وكلام محترم جدا من فيتوريا، ولازم نبقى عارفين المنتخبات تطورت بشكل كبير جدا جدا، وهيبقى تنافس قوي ان شاء الله. نبدا احنا ونعدي، بس خلينا نتكلم مباراه بمباراه، خلينا نقول كده. يعني دلوقتي عندنا موزمبيق ما نقدرش نقول 50-50، بس المباراه كويسه، المباراه ممكن تكون لو انت لعبت بادائك كمنتخب مصر ممكن تفوز بسهوله، خلينا نقولها كده. بس طبعا ما نقدرش ان احنا برضو نضمن اي حاجه، لان ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم، بس في تفاؤل، ده اللي اقدر اقوله، احنا متفائلين. هي تقدري تقولي كده كمان ان المطحنه الحقيقيه هتبتدي بعد دور المجموعات. دي حقيقي ده بقى. موضوع تاني بقى خالص يا حضرتك، وان شاء الله يكون لكل مقام مقال صحيح. ونكون موجودين ان شاء الله، وكمان متصدرين مجموعتنا باذن الرحمن لاعتبارات كتير ولاسباب كتير، يمكن من ضمنها فكره ان الاستمراريه على نفس الملعب لفتره اللي هي فتره طبعا دور المجموعات.